أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بجولة رمضانية جديدة، وجولتنا لهذا اليوم ستكون في منطقة باب الشيخ قرب مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني. إذا حابين تعرفون أجواء هذه المنطقة بشهر رمضان المبارك وتحديدا بعد الفطور، تعالوا ويانا بهذه الجولة القصيرة. مرحبا، اهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليكم، ان شاء الله رمضان كريم على العراق وعلى اهل العراق. اهلا وسهلا بكم، ونرحب قناة الرشيد في الحضره القادريه الشريفه. شلون ماشي الخطه الامنيه الخاصه بشهر رمضان المبارك بهذه المنطقه؟ تم اعداد خطه امنيه من قبل السيد قائد شرطه محافظه بغداد المحترم والسيد مدير افواج طوارئ بغداد المحترم، وحاليا تم تنفيذها على ارض الواقع. كذلك توجيهات السيد القائد بأنه التعامل الحسن مع المواطنين وتوفير الأجواء اللازمة لتأدية الزيارة، وإن شاء الله احنا باقين حتى الصباح الباكر لتأمين الحماية للزائرين. رمضان كريم، يعود عليكم بالخير والعافية وعلى الجيش البطل. آمين. إن شاء الله. الجيش لا شايف أجواء رمضان هنا؟ والله كلش حلو، ويعني أجواء كل الزينة. طيب قولي لي شنو فطرت اليوم العائلة؟ خير من الله، شوربة برياني دجاج الحمد لله. رايش بقت طقوس قديمه برمضان بقتها محافظه على على يعني موجوده؟ اي موجوده. ماكو شيء تغير برمضان هذه السنه عن السنوات الماضيه؟ يعني مش مثل ايش؟ يعني طقوس معينه قبل لما كنتوا شباب تسوونها هسه ماكو اختفى؟ اي نفس الشيء. نفسها؟ اي نفسها. طيب طبختوا ودسيتوا لجوارينكم؟ اي الحمد لله والشكر. يعني بعدش محافظه على هذا؟ اي محافظه، يعني جيران اهل. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. الله. شلون تكون اجواء منطقه باب الشيخ بعد الفطور برمضان؟ والله اجواء جميله جدا، يعني باب الشيخ دائما يكون بايام رمضان مبارك، يعني ورا الفطور تطلع العالم تزور باب الشيخ، مرقد باب الشيخ هنا العالم تطلع تزور وتجي من جميع انحاء المنطقه، يعني خارج المنطقه، ويجون زوار خارج القطر هم يجون دائما يجون يزورون مرقد باب الشيخ بايام المناسبه، ايام رمضان مبارك يعني. حجي يقول لي اكو طقوس رمضانيه بعدها محافظه على 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 يعني مكانتها عند العراقيين؟ اكيد اكيد. شنو هسه مثلا الطقوس الدينيه؟ مثلا احنا نجي يم سماحه الشيخ عبد القادر الجيلاني، نجي هنا نزور زياراتنا، هنا هذا مرقد ما شاء الله مبارك، ونلتقي هنا مع اصدقائنا، هنا نلتقي وياهم بعد الفطور اكيد، هنا نشرب لنا فدسكان شاي، فالسالفه حلوه، تغيير يعني جو، واليوم الدنيا حاره شويه اميره لها شويه تغيير اكيد. حجي صار لك ايش قد بهذه المهنه؟ 40 سنه. 40 سنه؟ نعم. بنفس المنطقه؟ اي بنفس المنطقه، يعني ما فارق بين الجمهوري وهنا. طيب بما انه صار لك 40 سنه بنفس المنطقه، قل لي رمضاني بهذه المنطقه تحديدا اختلف هذه السنوات الاخيره عن قبل؟ والله هي اختلف، مو ما اختلف، اول شيء الحمد لله الامن والامان، العالم قامت تطلع، بالاول صار كان تقيل وكان منع التجوال، هسه الحمد لله من وراء الفطور يشوفين الزوار والعوائل تطلع. زين واذا رجعنا بالذاكره ابعد شويه لايام الشباب، اكو طقوس اختلفت؟ نعم. اذا رجعنا قبل ايام شبابك، اكو طقوس اختلفت عن رمضان قبل ايام زمان ورمضان هسه؟ طقوس امور اختلفت؟ اي اختلفت، بالاول كانوا القهاوي والمناطق الشعبيه يصير عندهم هذا لعبه المحبس ولعبه الفنجان، هسه ماكو، اختفت ما تبين. لحم بعجين؟ اي نعم. صار لك ايش قد بهذه الشغله؟ والله تقريبا 4 سنوات هيك. 4 سنوات؟ اي تقريبا. انت سكنت منطقة باب الشيخ؟ لا انا سكنتنا بالاصل من الموصل، بس اشتغل هنا انا وعائلتي هنا. اي يعني المفروض اللي يسوون لحم بعجين؟ اي نعم. متعلمها تمام؟ اي مضبوط. طيب شلون تشوف اجواء رمضان هنا بعد الفطور؟ والله ما شاء الله حلو، والناس طيبه والحمد لله والشكر، ماكو شيء. طيب شلون تبلش يومك؟ شلون تني؟ شلون تقضي يومك كله؟ والله نطلع نحن بالخمسه هنا نعزل ساعه بالوحده هيجي، ومثل ما انت تشوفين هاي طريقه بيعنا وكذا، ماكو يعني فشي. والله خير من الله والحمد لله والشكر، امان والحمد لله والشكر، وكل منا قلب على قلب، والعصريه ورا الفطور العالم تلتمنا، قسم شربنا راجيل، قسم شرابت، وواحد يسير علاخ، وكليتنا اخواننا، والعالم تجي تزور الشيخ عبد القادر، وكليتنا اخوان هنا. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. ايش بدي اسوي؟ هذا كريب نوتيلا. شلون تسوي؟ شنو الطرق؟ شنو الادوات الاول؟ مكونات
كريب يصير شلون العجينه حلويات بعدين احط لها موز ونوتيلا وما تريد بالفواكه وبالنساتل. صار لك ايش قد بهذه الشغله؟ صار شهر. شلون نشوف العراقيين يحبون هذه؟ اي طبعا اكو اقبال عليها هوايه. اي الحمد لله. طيب شنو رايك باجواء رمضان بمنطقه باب الشيخ؟ منطقه باب الشيخ ما تنوصف الاجواء الرمضانيه. انا ربيت هنا. اي اي ولادتي هنا. اكو شغلات تغيرت عن لما كنت طفل لحد الان؟ اي طبعا شيء اكيد. يعني كانت المنطقه هنا ماكو هيك تجاوزات على الشارع فحاليا متجاوزين هواي على الشارع. وبهيج تكون جولتنا قرب مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني انتهت. انتظرونا بجولات رمضانية أخرى وبمناطق أخرى من بغداد، ويمكن تكون الجولة الثانية بمنطقتك.